انا عندي مشكله في ان احنا بقالنا فتره بيظهر نماذج، ما بقولش ان ده منتشر في النسيج بتاعنا، بس بيظهر نماذج ما عندهاش ريحه الكرامه موجوده في مصر بالذات على تيك توك. ودي سيجمنت جميله احب ابدا بيها معاكم. كم واحد عنده تيك توك الاول؟ كلنا عندنا تيك توك. حد ما عندوش؟ باظت السيجمنت. طيب للساده المكفوفين اللي ما عندهمش تيك توك، في يا باشا تطبيق، انتوا فين؟ في تطبيق كده، هو الجنب ده معظمهم ما عندوش تيك توك، في تطبيق كده ابلكيشن ينو، عشان لو انتم من التجمع عاوز يعيدوا الحته اللي ما بحبهاش دي ضحك بس حقك. في ابلكيشن كده بتنزل عليه فيديوهات وتتفرج على فيديوهات وكلام من ده. احنا الناس السويه اللي زينا بنقضي كده شويه يعني قبل النوم في كده 4-5 ساعات بننتقل في الزمن بنتفرج على سيرك. وفي بقى في الابلكيشن ده بيتربحوا منه فلوس. هنا بتبدا الكارثه والوساخه بقى، ان هو سهل تكسب فلوس كتير جدا من تيك توك، كتير جدا. تعالوا نتكلم بقى عن تيك توك ده شويه كده. في حاجه اسمها جولات، انتوا اكيد عارفين اللي انا بتكلم فيه. الجولات دي ان الناس تطلع تعمل ايه مش فاهم، بس بتفضل مستنيه حاجه اسمها داعم بيبعت لهم هدايا. انا قعدت شويه لحد ما فهمت الكلام ده. انا التيك توك بتاعي كان طاهر والله، كله نجاره ورقص وطبخ، رقص هيب هوب. ثواني والله هيب هوب، نفسي ارقص هيب هوب. تمام. فجاه وانا بحضر للماتيريال دي فقلت ادخل اذاكر ايه اللي بيحصل على تيك توك، فلقيت ان هم بيقعدوا يشحتوا من الناس تبعت لهم حيوانات واشكال كده، جرافيكس فقيره جدا. انا بالنسبه لي كجيل تمانينات فقيره جدا، انت متخيل الحاجات حقيره ازاي؟ والحاجات دي طلع ان هي بفلوس. يعني أنا أول مرة شفت كان في بنت نايمة على السرير وأداء كده بيقول إن أيوة يا جماعة أنا مش لابسة حاجة تحت الكوفرتة، عارفين اللي هو في كتاف كتير عريضة مالية الفريم كده، وعمالة تقول يا جماعة أنا مش هنام غير لما تجيبولي أسد. فأنا فهمت حاجة تانية خالص والله العظيم، فقلت يا نهار أسود أنا قلقت، ده أنا عندي أكاونت وموثق، لا يتقال علي حاجة بنت ما ينفعش. ده اتاري الاسد ده بتاع هديه بتتبعت، انت بتشحن بطريقه ما مش عارفها والله، وبتبعت الاسد ده للانسانه الشريفه العفيفه الطاهره البردانه، فيتحول لفلوس، واظن مش عارف ب 2000 نقطه او 2000 جنيه او حاجه كده. 30000 جنيه طب ما ما ندي الموضوع فرصه. هار ازرق عشان كده انا متخيل ان هو ب 2000 جنيه مثلا، 30000 في حاجات اكتر. اوكي انا كده فهمت. فانا شفت بنات واولاد بيلعبوا مع بعض الباتلز دي او الجولات دي، وفي عداد او تايمر يعني علشان الناس تلحق تبعت خلال الفتره دي. وهو اللي بيخوفني ان انا بشوف حاجات بلاقي نفسي بعد شويه ببعد التليفون عن المخده، ببعد ببعد ببعد، لان الناس بتدخل تعمل حاجات وصايحات قتاليه مخيفه جدا. تكبيس 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 تكبيس، ايد واحده يا شباب، ايد واحده يا شباب، ايد واحده يا شباب، ايد واحده، ما يعدوناش ما يعدوناش ما يعدوناش ما يعدوناش، يسعد دينا يسعد ام يلعن ام. انا بخاف يا جماعه، وانا نايم في السرير متغطي بالحاف ولابس بيجاما انا بعمل كده، انا بخاف جدا. والعلبه يعني وانا بسكرول كده انا ورزقي بقى، انت طبعا طالع في الخراره، انت وحظك بقى يطلع في وشك ده مقاس كام وسيولته قد ايه. ففجاه تلاقي في بني ادم على وشه حاجه بيضه واللي بيلعبه ولد، فايه ده ازاي؟ هو مش كل واحد في محافظه ولا ده بيتباعد ويترانسفر او ابلكيشن في يعني في الابلكيشن في خدمه توصيل حيوانات معينه؟ الموضوع مخيف جدا، والواد وشه غرقان وغرقان غرق، انا شفته كتير قبل كده. الواد شكله مهزأ جدا، شكله مهزأ جدا. وفي بقى احكام بتحصل يا جماعه، في ناس عشان خاطر يتبعت لها فلوس
بتهين نفسها حرفيا بدون ادنى احساس بالكرامه. يعني مثلا في حاجه اسمها حكم مش عارف ايه خلطه ايه او بتاع حاجه كده، الغرض منها ان تجيب بوله ورقه وقلم ست كل، هنجيب عدد واحد بوله نحط فيها معجون سنان وبن وكزبره وعصير وبنزين او اي نيله ونخلطهم جامد مع بعض وندلقهم على حياتنا، او يتحط في العين. في ناس بتطلب بصل وشطه وتحطها في عينك. انتوا فاهمين؟ فاهمين الناس واصله لمرحله ايه في سبيل النهايه تبعت لها حاجه. المشكله في الفضيحه بقى بتاعت ان ده بيحصل، مش يعني دي مش فضيحه بيننا من بعض كده في المسرح ولا في مصر، ده في وطن اضخم بكتير من مصر ما ينفعش شكلنا بعمل فيه كده. فكره الكرامه اللي بتكلم فيها، والله العظيم يا جماعه، والله العظيم ثلاثه، انا لما بسافر حفله بره مصر، وانا حفلات كتير الحمد لله والشكر لله، والله العظيم ثلاثه، مستحيل مستحيل ان حد يحاسب لي على حاجه، مش علشان انا علي قنديل، عشان انا مصري. ما ينفعش حد يكسر عيني حتى لو مشروب هيحاسب لي عليه. دول ما عندهمش مشكله يهينوا بعض. لا انا بتكلم جد، انا عايز افضفض زي ما قلت، والله بتكلم جد. وبعدين في حاجه كده متاجره، في متاجره بقى بالذات اللي عنده عاهه مستديمه. يعني في ولد، في ولد ده يا ريت يبقى قاعد اطلع في واد حيوان، واد حيوان جدا، وفضحنا فضيحه وحشه جدا، اللي هو شباب معرفش اسمه ايه والله، بودي فلقة القمر. ايوه هو راد الفلقه ده، ده جيب ظهره. في ولد اسمه فلقه، معرفش اسمه الاولاني ايه والثلاثي ايه، بس هو اسمه فلقه. هو بيتاجر بان هو عنده حادث اصاب ايديه فدراعاته مقطوعه. تمام، اللي انا هقوله ده يبان ان هو قاسي جدا، بس انا بقول لكم صدقوني انا عندي وجهه نظر عايز اوصلها لكم، بس خليكم معايا لحد الاخر. لما انا دلوقتي اطلع اقول شباب مش هنام غير لما تجيبوا لي اسد واقعد ابين طول الوقت ان انا عندي الاصابه دي علشان الناس تبعت لي فلوس، هل ده معناه ان انا استحق فعلا دعم؟ اكيد لا. لان على الجانب الاخر لما انا بتكلم بقى معاكم عن المصريين، عن الفراعنه، عن الناس اللي اتربينا وسطهم اللي عندهم كرامه، عندنا كابتن ابراهيم حمدتو اللي خد بطولات تنس طاوله وعنده نفس الاصابه، صح؟ يبقى كابتن ابراهيم حمدتو ده فرعون، والواد ده وحش، الواد ده وحش قوي. عارفين احنا لو في بلد تانية كنت هتكلم براحتي، الموضوع كان يبقى امتع من كده بكتير، بس معلش يعني هنستحمل. انتوا فاهمين اللي بين السطور، صح يا حازم؟ اوعى تقول مش فاهمني، ده انا هنتناقش بعد الحفله، لازم تقول لي اللي فهمته. العيال دي فكره ان انا ابقى ولد او بنت وواقف في الحمام فاتح لايف او بس بالسين كده، مش بس حتى واقف عمال ادلق على نفسي حاجات واعصر هدوم وباين ما فاتني وبتاع، ده بالنسبه لي مش هقول لك اهلهم فين، هم كانوا فين اهلهم؟ احنا تربينا، ومعظم الناس اللي موجودين اتربوا، صح؟ طب اللي اتربى يسقف؟ احنا انطباعنا يعني الاشكال بنت الجزمه دي. الموضوع ده مهين، انا بخاف جدا من فكره ان حد من ولاد اختي يتفرج على حاجه زي كده، ببقى مرعوب، لان انا ببقى عايز اقول له ان لا، في الشوارع المصريه بتاعتنا في جدعان تانية خالص، وفي ناس بتاكل عيش بطريقه محترمه غير اللي قاعدين وراهم ديكور، يعني سينوغرافيان هو سيء جدا، وكراكيب وحاجه خرا كده. ايه المحتوى بتاعهم اعزائي الصغار؟ في تراك ايقاع شغال، طب 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 طب، ده الكلام ده من الساعه 8 بالليل ل 10 الصبح، تك 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 اعو تك 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 اعو، وهي مش ساكته الحقيقه، هي اي حد بيدخل لايف، يا محمد يا وائل يا لطفي شايفني، طب ركز كده، الغرض هو اظهار المفاتن والادعاء الفقر. يعني انت بتشوف اللوكيشن وراها الخلفيه، المنظر شكله فقير، والناس دي ازاي عايشه، الله يكون في عونهم، بس اتفرج على حواجبها، اتفرج على الميك اب بقى والضوافر الكتير، في ضوافر كده ما تفهمش بتفتح الحنفيه ازاي اصلا، تحس انت قاعد مع كائن غريب جدا، قاعده 12 13 ساعه كده. وفي واد ابن يا جدعان نفسي اتكلم، في واد محتواه ان هو بيقعد في البانيو، انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه، مين ابن الجزمه اللي بيبعت له فلوس؟ وهنا هنتكلم عن هذا الداعم اللي احنا كلنا لازم نخلي بالنا منه جدا جدا، لان ده
نوع من انواع الاحتلال، ونوع مهم جدا من انواع الاحتلال، احتلال الفلوس. في اماكن هحاول ما اعكش بتتعمد ان هي تظهر فلوسها من باب السيطره وكسر العين، واحنا كمصريين ما ينفعش اطلاقا نقول كتر خيركم على حاجه وسخه زي دي، صح؟ الحاجات دي مش هتتنسي، في حاجات ما ينفعش تتنسي. واللي بيحصل الفتره الاخيره وضح المواقف بتاعت كل الناس، حتى اللي ما ظهرش، اللي ما ظهرش اوسخ في موقف زي ده. فكره ان يبقى في احدهم وليكن اسمه حمودي لابس جلباب ابيض وقاعد على الارض على قاعده وبيتفرج على واحده قاعده تقول وائل والحاجات دي، فيشعر بحراره فيبعت لها فلوس عشان بتقول له يسعد قلبك او كفو يا حمودي، يجي خلاص هو كده حلو. ده مهين يعني. السايس ده يا جماعه ما محتل، ده صهيوني. لو عايز تتعلم السرقه بجد بقى قانونا ما ينفعش اقول اسمه، اسمه ساره، اللي هو هدولك من جيبي يعني، ولان انا نقف الوقفه دي تجيبه ان شاء الله تجيبهم علميا. بتجيب 10 صهاينه قدامهم عسكري من بني سويف هيفشخ ميتين ابوهم، دي معروفه. وجينا الصبح بعد الفجريه كده وقعدنا نشتغل في حديقه الظهر، وبعدين ايه رحنا صاد الجنازه، رجعنا لهم المصريين قاعدين هو اخرنا نفك بس ازرار. تعالى بقى كل من ماكدونالدز، وانا قلت اسمه